مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج في التسعين والذي تتابعونا فيه. ملعب شهداء بنينة، الفرحة التي لم تكتمل. مطالبات بتغيير أرضية الملعب والمهلة للتنفيذ محدودة. مهمة فريق الاتحاد في إسواتيني من أجل صدارة المجموعة. على خطى أسلافنا لازالت حناجرنا لا تفارقها نبرات أجراس الخطر التي تحوم بالرياضة وملاعبها، والأصوات أحيانا تستنجد بمن يخرج بنا من الأزمات. لا خبر تنفيذ بدون نواقص وتأجيل، ولا وثائقي عن إنجاز اكتملت فيه الشروط وأبهرنا به لجان التفتيش والمراقبة. ظل ملعب شهداء بنينة ملاذ الليبيين القاطنين شرقها والقادمين من الغرب والجنوب، يحتضن منافساتهم المحلية ويرعاهم في مواجهاتهم القارية، وعند الحاجة لم يلقى إلا البزناسة الذين لم يهدأ لهم بال حتى ولو عل الكاف أمواجه. تفاصيل أكثر بعد هذا التقرير. بعد عام من رفع الحظر عن الملاعب الليبية واعتماد ملعب شهداء بنينة لاحتضان المباريات القارية والدولية، يعود بنا الحال للنقطة الأولى، حيث المواصفات المطلوبة وشروط توفرها. الملعب الذي ولد يتيماً بعد سنوات انتظار وتمسكت به آمال أنديتنا ومنتخباتنا، باتت تنهشه المصالح الشخصية وتعرقل إتمام الشروط المطلوبة لاستمرار احتضانه للمباريات الدولية. فتوصيات الكاف تجددت بتغيير أرضية الملعب الغير معتمدة دولياً بأخرى تستوفي الشروط قبل أن يحل شهر يونيو القادم، إضافة لنواقص أخرى في مرافقه. ملف تهدد شروطه المحددة مستقبل بلاد كاملة، وتبعث مؤشرات السمسرة والعطاءات باستفهامات كثيرة، أهمها من المسؤول عن الحالة التي يعيشها الملعب، ومن يعبث بمصير كرتنا ويقدمها قرباناً لتحقيق مصالحه. أهلاً بكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج في التسعين. الحديث اليوم عن ملعب شهداء بنينة وأرضيته التي أجبرنا في تغييرها بحسب مراسلات الكاف. في البداية وقبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء، دعوني أرحب بمجموعة من الضيوف معي اليوم، وأبدأ في الاستوديو بداية من على اليمين كالعادة الأستاذ عبد الرحيم نجم، الصحفي الرياضي واحد محللي دبليو تي في. أستاذ عبد الرحيم أهلا وسهلا بك. مساءك طيب عبدو، ومساء طيب للزملاء، مساء طيب للسادة المشاهدين، وإن شاء الله النقش وحاجة تفرح إن شاء الله نلقوا الفرحة. في الجهة المقابلة خلي الرحب واحد إكي، عندي فريقين اليوم. عادل الخمسي محل دبليو تي في، أهلا وسهلا بك عادل. أهلا بك عبد الرزاق، طبعا نحييك ونحيي جميع مشاهدي قناة الدبليو تي في. رمزي سويكر محلل دبليو تي في، رحبوا بي حتى هو في حلقة في التسعين اليوم. مرحبتين أخوي عبد الرزاق، اليوم نقول لك عبدو معلش بنخسر الموضوع. مرحب بمتألق دائما الكابتن عادل الخمسي والكابتن علي رحومة واستاذنا الفاضل عبد الرحيم نجم. أكيد علي رحومة زي ما قال رمزي نورتنا اليوم، علي مزلز وقهوي زيني وكل شيء. كلنا قهوي. أهلا وسهلا بك عبد الرزاق وبكل مشاهدي قناة الوسط. أيضا خلوني نرحب بضيفنا أيضا من مدينة بنغازي، ينضم إلينا عبر سكايب المدرب الوطني وأيضا أحد اللاعبين السابقين في دورينا، خلوا نرحبوا بعلاء نجم. علاء أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك عبدو، وأهلا بضيوفك الكرام الكابتن عادل الخمسي والموهبة علي رحومة ورمزي سويكر، وتحية خاصة مليئة بالعنصرية والقبلية شوية للأستاذ الكبير عبد الرحيم نجم ابن العم. قالها لك عادل، مبيش نقول يعني. خلي نبدو الحديث في ملفنا وبشوية نبدأ مع الأستاذ عبد الرحيم نجم. أستاذ عبد الرحيم، الكاف يعطي في مراسلات وتنبيهات أن ملعب بنينة لازم تتغير أرضيته اللي احنا قاعدين فرحانين به،
هو لأن الملعب تغيرت أرضيتها من مدة قريبة وصارت عليها الليلة كبيرة، تم تغيير أرضية الملعب، والناس كيف ما تفضلت حضرتك الآن فرحنا بها. كيف يعني كيف 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 خلفنا شروط الكاف؟ كيف خلفناه بهذه السرعة؟ هل الكاف كل يوم عنده شروط؟ والله نحن أساسنا في الأساس لما غيرنا التغيير اللي فات ما كانش ضمن شروط الكاف. هذا السؤال الكبير باهي صار. هل التغيير الجديد اللي ننتظره فيه حيجينا بعد ست شهور أخرى تنبيهات من الكاف أخرى أن الملعب مش موافق للشروط أخرى وحنخشه في الدوامة نكملوا فلوسنا في البساطات كانت؟ والله يظل صارته. عادل شو رأيك في هذا الخبر اللي ما بيش نقول منتظر لكن كان متوقع في الفترة اللي فاتت؟ شوف عبد الرزاق، طبعا في البداية طبعا نحب أن نحيي زميلنا وصديقنا علاء نجم، نقول له أهلا وسهلا بك علاء. شوف عبد الرزاق، احنا تكلمنا وناقشنا الموضوع هذا أكثر من مرة، أظن النتيجة رأي معروفة عبد الرزاق، والنية معروفة من جهة كرة القدم بالذات. اليوم نتكلموا احنا على أرضية ملعب بنينة، معناها يعني نتكلموا عليه كرة قدم، يعني كرة القدم يبدو أنها غير مرغوب فيها من قبل المسؤولين. يعني ما فيش ولا مسؤول أنه هو مهتم بلعبة كرة القدم، ما شفناش ولا تطور لا في ملعب ولا في أندية ولا في بنية تحتية رياضية ولا في من ناحية إفاد مدربين للخارج لتطوير فكر المدرب المحلي وتفوق على المستوى العربي. فهذه أمور عبد الرزاق كلها شفنا في إهمال واضح من حكوماتنا. يعني نتكلم راه بدون استثناء عبد الرزاق، ما عنديش ونديما نقول لك فيها، يعني ما عنديش عقده الغرب والشرق والجنوب والشمال، نتكلم ليبيا. يعني اي واحد يحكم في ليبيا وعنده دور وعنده سلطه ما قدم شيء لكره القدم الليبيه. مش معقوله جاء الكاف وحط لنا شروط ومشينا بالشروط ودرنا الملاعب وفرحنا بملعب شهداء بنينة، وقلنا الملعب الحمد لله فتح الملعب وبتبدا فيه المباراه، بعد ان تفاجئوا خلال شهرين لو ما نكملوش باقي الاشياء معناها حي الملعب ممكن تسحب الرخصة من اللعب في ملعب شهداء بنينة ونبدو من هنا نعاودوا من جديد. معناها المجهود اللي قام به الأستاذ عبد الحكيم الشلماني وقاموا به بعض الأعضاء والإخوة، معناها كيف بيصير من جديد وهل الملعب يغلق؟ ولا نأكد لك لو لا قدر الله أغلق ملعب شهداء بنينة، نأكد لك ممكن يمشي حتى 5 أو 6 سنين أخرين ليبيا ممكن ما تلعب عليه ملعبها. يعني خلي نسأل علي في الموضوع هذا قبل ما نمشي لمحور جديد. علي نبي نسألك اليوم لما يجي حد يقول لك ان الاتحاد والاهلي طرابلس يلعبوا في ملعب بنينه شبه بالواسطه، ملعبنا ما يسمحش، احنا حصلنا واسطه باش لعبوا دور المجموعات لين ربي يسهل في التصفيات في شهر 6. بصراحه الملعب بنينه طبعا هو واجهه ليبيا تو في الوقت الحالي. بصراحه الوضع كارثي، معناها دوله معناها بحجم ليبيا دولة غنية مش قادرة تغير أرضية ملعب. قصدي طلبنا معش نبو ملعب توا كبيرة، نبو أرضية ملعب. بعد ما أصبح ملعب شهداء بنينة أرضية بصراحة متهالكة، أرضية نشوف احنا نحلوا في مباراة الدوري في كل أسبوع إصابات من الملعب، أرضية أصبحت سيئة. مش قادرة الدولة تبني ملعب، قداش بيكلف معناها العشب الصناعي، قداش بتكلف أرضية ملعب؟ مش قادرين معناها دولة زي ليبيا يبنونا ملعب. بصراحة بعد ما كان الملعب طبعا هو ملعب مؤقت طبعا شهداء بنينة، أول ما خش ملعب بنغازي اللي هو 28 مارس صار مؤقت، هذه خدناها في كل شيء. قالوا مؤقت، قعد هو أصبح هو واجهة البلاد وهو اللي نلعب عليه في مباراتنا الدولية وهو اللي بعتمد من قبل الفيفا. بصراحة لو توا صحبة بعد ما فرحنا برفع الحظر بصراحه من الاخوه اللي بصراحه اتحاد الكوره زي ما قال عادل قاموا بجهد ورفعوا الحظر عليه ملاعبنا، بعد ما رجعت هو بيزيدوا يسحبوا منا بعد ما كانت مشاكلنا امنيه بالضبط حاجات بسيطه ونتمنى حتى نتمنى اللاعب يرجع لنا. يعني مشكله بصراحه، مشكله لازم المسؤولين ينظروا لهذه بصراحه الكارثه اللي بتصير. لو كان صاحب الملعب نقدر نرجعوا نلعبوا خارج ارضنا هذه مشكله تبدا. طيب رمزي خلي نتكلم شوي عليه، يتكلم قال إنه لازم هذوما المسؤولين يلتفتوا لملعب شهداء بنينة. اليوم الملعب من 2009 ومن 2010 ملعب مؤقت لهذا الوقت، فرشة ولا اثنين هل هي مضرة في ملعب أصلا في من يقول في الأساس إنه ماهوش ملعب نتاع منافسات قارية مع إن إحنا نعوزوا بيه توا؟ شوف خوي عبد الرزاق،
المشكله اللي عندنا احنا في ليبيا ما جاناش واحد من المسؤولين قلب على البلاد ويخاف ربي ويحب الرياضه. هذه مشكله كبيره عندنا. تو احنا لنا ممكن تو 11 سنه ولا 10 سنين بعد الثوره مسكنا ممكن حوالي ممكن 4 ولا 5 وزراء شباب ورياضه. شنو قدموا لنا ما نش عارف. قبل ما نحكوا على حتى ملعب شهداء بنينة او قاعد ملعب 28 مارس ونكد في بنغازي ملعب حتى النخل والشجر الكبير نبت فيه الناس تبحت فيه بالعين القويه. ما جاناش زي ما قلت لك اخوي عبد الرزاق انه واحد قلب على البلاد ويحب الرياضه ويحاول يطور الرياضه من الملاعب هذين بالذات. وين الرؤساء الاموال اللي في بنغازي ولا رجال الاعمال؟ كان كل واحد من رجال الاعمال اللي في بنغازي لموا حتى نحن نقول لك عبد الله زردين لموا كل واحد يعطي قسط من الفلوس اللي عنده ويدورنا بملعب. شنو فيها شنو المشكله يعني؟ هي المشكله ان احنا مش محتاجين يا رمزي. مش محتاجين احنا هذه الطامه الكبرى المشكله نحن تو انت على مستوى دوله نتكلم. ماسك لي وزير شباب ورياضه وما قدمت لي شيء وش بنبني فيك هنا؟ موضوع رمزي ممكن يقول موضوع اخوي عادل. اي وزاره رياضه تجي لي ليبيا انا نقول لك ما تعب عليها ان تقدم شيء. وزاره الرياضه في ليبيا دائما يقول لك النسبه البزنس هذا اللي صاير اخوي يا رجل. ارقام طيب. ارقام دخت لوزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه وين الفلوس ما نش عارف انا ديما نتسالوا الملعب شهداء بنينة تصين 5 مرات ما فهمتش انا قاعد 5 مرات نفس الشكل قاعد الملعب يعني اخذ ومبري من لما تاسس لتو 5 مرات يعني وهو كشيء بديل للملعب بنغازي هو من الأساس مؤقت مؤقت الملعب بنغازي. سامحني بس سامحوني بس شوية بنقص عليكم خلي نمشي ونأخذ مكالمة ونأخذ رأي تاني ونرجع ونكملوا حوارنا ونعرفوا حقيقة المراسلات وأيضا أمتى آخر فرصة للعب منتخباتنا في ملعب شهداء بنينة وأيضا لأنديتنا. رحبوا معاي بالأستاذ عبد الناصر سواعي الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ ناصر أهلا وسهلا بك في برنامج 90. مساء الخير لك اخوي عبد الرزاق ومساء الخير للكباتن المحترمين اللي معك. استاذ ناصر اليوم الاتحاد الليبي لكرة القدم مع تسارع الاحداث قعدنا في قصة شهادة الاعتماد متاع الملعب ومش عارفين هل ممكن ندور على دولة ثانية نلعبوا فيها ولا في امل ان منتخبنا يكمل يلعب في ملعب شهداء بنينة. تحياتي لكم وحقيقة يعني الموضوع هذا استاذ عبد الرزاق والاخوة كباتنا طبعا والله بالواحد كلم بمرارة وحماية يعني الملعب هذا مسكين ملعب بنينة هدايا اللي الحمد لله يقولوا الناس دولة يقولوا العمشي ذا العمية حماية فاحنا رضينا بالأمن قال لك بالأمن رضي بينا لما تخلي اليوم نتكلم أنا هيك غير بساط أحمد عرفت يا أخوي زمان اسمع زمان احنا نحضر في الجمعية العمومية الاتحاد الدولي وديما كان فيه بلاتر طبعا انا يعني من الناس اللي نعرف ان بلاتر ومقتنع انه هو صراحه رجل كوره فما تقول شنو يقول اراده سياسيه يقول اول شيء اذا كان انت تبي رياضه لازم توفر الاراده السياسيه عند مسؤولين الدوله الشيء هذا احنا ما بنسمعش في الدوله نتاعنا ولا الحكومات المتعاقبه هذا انجاز التعبير وقلنا دوله فهمت حقيقه لان تو زي ما قال الاستاذ عادل يعني اتحاد الكره قام بالدور اللي هو ماهوش مناط به عرفت حقيقه وسعينا وسيد الرئيس يعني يعلم الله انا كنت معاه في الكاميرون لما رفعنا الحظر على الملعب الليبي اقسم لك بالله العظيم يا عبد الرزاق وحقيقه الجماعه وخلي جمهور الرياض يسمع قسما بالله العظيم انا وياه في الليل واحد قريب كده دموعه الطيحه طحناها عرفتها ولا؟ الطيحه طحناها تخيل تتغوط في دول زي جيبوتي وزي موريتانيا وزي 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 غير باش يشوفوا معانا ونعتمدوا ملعبنا وخلوا في منتخبات تلعب فيه كويس ويا اخي واحد من الجماعه يبصر معي قال لي احنا خلينا بنغازي تقول ستوكهولم فهمت كانوا طبعا كان الهاجس الاول كان هاجس امني فهمت فاقنعناه الحمد لله وبجهود الخيرين اللي كانوا اصدقائنا في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وكذا واقنعنا الناس وجبنا المباريات داخل ارضنا نتفاجئ احنا بدولتنا بملعبنا فهمت نتفاجئ بملعب على غالب ممكن مكان ما هوش ملعب نتاع يعني ممكن ملعب خاص ونتاع نادي ولا حاجه شكل هذه حسب كلاس الدول وسعينا وبدلنا كل الجهد ووفرنا كل الامكانيات وحاولنا واعتمدناه بطريقه او باخرى وزي ما قلت انت بكري الاعتماد الملعب والله ما اخذت خاطر الله ما اخذت خاطر مجامله وتعاطف يعني معنا بالصداقه جبتوها
والله لما ماخد خاطر لان استاذ عبد الحكيم عضو المكتب التنفيذي، وهذه الميزه لم يبدا عندك عضو المكتب التنفيذي. احنا علاش هنا حتى بانتخابات ان احنا لازم ناخذ الكرسي بتاعنا، لان 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 شيء ايجابي ليك، فهمت؟ خذوه بخاطر الراجل. للاسف الشديد دولتنا هي اللي مش مقتنعه ان عندهم راجل عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي، ومفروض يكون محترم، يكون يمشي براسه في الصينيه، فهمت؟ ما نقعدش نمشي للمغاربه ونمشي للتوانسه ونمشي للمصريين ونمشي للجزائريين ونقول لهم بالله عليكم وقفوا معي، فهمت؟ تو احنا بعد المجامله اللي هذه في الاول كانت معانا، اليوم ما عادش تنفع. لما نقطه وصلنا اليوم، اليوم شوف اليوم 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 الاتحاد الافريقي انت عارف انه في شغل كبير، وفي ناس تبي تكون في المستوى العالم الثاني، الاتحادات الاخرى القاريه زي الاتحاد الاسيوي والاتحاد الاوروبي والاتحاد امريكا اللاتينيه وكذا، فهمت؟ يس. وتغيرت الادارات وتغيرت الدنيا كلها، خلاص الناس تسعى، حتى الشركات الراعيه تشوفها انت اللافتات اللي موجوده داخل الملعب اللي هي شركه توتال هذه وشركه الفيزا الراعيات الاتحاد الافريقي، حتى هم ما يردوش، هذا اللي بيسوقوا هنا الخدمه، هنا الفلوس، الرياضه ولا الصناعه، راه ما عادش انت ما عادش يعني انا كراعي ودافع فلوس ندي حاجه نظيفه، ندي صوره نظيفه للجمهور الرياضي اللي يتفرج عبر القنوات، نبي حاجات يعني تستني حتى انا، فهمت؟ ما عادش الاتحاد الافريقي بروحه هو اللي يمشي في اللعبه، فبذلك المعايير ما عادش سهله، ما عادش سهله. انت دول مش 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 دوله ولا 13 دوله في الاتحاد الافريقي مش مرضيهم، لا فهمت؟ واحنا قاعدين نكافحوا على الملعب هذا، اذا لم يتم التعديل الارضي حسب مواصفات راهو مثل بس راهو حتى امكانيات المؤتمر الصحفي، حتى عمليات تغيير الملابس، يعني الملعب في حاجه انه هو يتطور حسب المعايير. من خطبته انت، وخلي نقوله من تخاطب انت تو من خلال في التسعين، انا اسمع، انا نقول لك حاجه، هو تو زي ما يقول لك الضرب الميت حرام، فهمت؟ فهمت كيف؟ أنا أقول والله العظيم أنا تو لو أنا بلدية بنغازي، ولا لو أنا في مكان بلدية بنغازي، أنا حناخذ زمام الأمور بروحي، ما عادش ندور وزارة ولا ندور حاجة ثانية، لأن زي ما قال الأخ الرافي، يعني هذه بدت مراه، ملعب بنينة بدت مراه، يعكس بنغازي، يعكس حضارة بنغازي، يعكس تقدم بنغازي، فهمت؟ طالما أن الحكاية عندك أنت، ما عادش تراجي، ما عادش تابع، خلاص ما عادش تابع لحد. سؤال أخير أستاذ ناصر، تو المراسلة هذه هل في مازال وفد ممكن يزورنا؟ هل في فرصه اخرى لان احنا نمددوا فتره الارضيه الحاليه؟ يا عبد الرزاق شوف، بالنسبه للزيارات راهي في كل مباراه تعتبر زياره، فهمت؟ راهي كل مباراه تلعبها انت تعتبر زياره من الاتحاد الافريقي، لان شو نقول لك، هو المراقب يعطي في تقرير حتى على الملعب، المراقب يعطي التقرير، والمنسق الامني يعطي التقرير، والمنسق عام المباراه يعطي تقرير، والحكم الحكم يعطي تقرير، فهمت؟ راهو التقارير تشمل جميع، تعرف حتى المشتى في الشارع، هو حتى اقامه الفندق، حتى التنقل نتاعه من مقر الاقامه للملعب من المطار للفندق، راهو كله والله يقيسوا فيه بالكيلومتر، فهمت؟ تو السؤال يا استاذ ناصر، باش نعطوا للجمهور الحل الاخير، هل في بدائل بديتوا تدرسوا فيها انتم للعب التصفيات في حالة أن ما تغيرتش أرضية الملعب؟ ما عنديش بدائل، وين نمشي؟ ترى أقول لك زي ما كنا نمشوا قبل، سألتك بالله أنت وين؟ ما عندكش إلا طلعوك برا، تونس ولا مصر ولا المغرب، الدول اللي لعبنا فيها زمان، ما عندكش إلا طلعوك برا. أنت شوف أنت ممكن، أنا امبارح من يوم الخميس احنا نتابعوا في بعثة نادي الاتحاد، فهمت؟ وشوف معاناة اللي عناها نادي الاتحاد، علاش؟ لان المباراه مش في مباراه الفريق هذا اللي يلعب رويال ليبرتس يلعب مع الاتحاد، ما يلعبش فرضه حتى هو يلعب في الفريق. احنا بدينا نقارنوا بالدول هذه، قصدي شوف انت والله ما تقارن، الله والله العظيم، جنوب السودان تو جنوب السودان داروا ملعب 5000 7000 مشجع، تعرف قديش كلف 5 مليون دولار. والله ما نعرف وينها بتوصل هذه يا استاذ ناصر، شكرا لك، نحيوك اكيد على كلامك بحرقه على موضوع الملعب وحال الاتحاد الليبي لكره القدم، اللي بعد ما ادى دور كبير في هذا الموضوع ممكن يرجعوا به لنقطه للخلف. قبل ما نرجع ناخذ راي الاستوديو، خلوني نمشي لعلاء نجم. علاء، بعد ما
سمعت الاستاذ ناصر الصواعي تكلم بالليبي، تكلم قال لك احنا توا قريب بكينا باش ردينا الحظر، اصبحنا في ان احتمال نرجع مره اخرى نلعب برا ليبيا، شو رايك في الكلام؟ والله يا عبدو صراحة عيب ان برنامج في التسعين نحن قاعدين بنحكم المفروض نحلوا الدور الليبي، نحكوا على المشاركات بتاعت الاهلي طرابلس والاتحاد والنتائج الايجابية اللي يديروا فيهن، نهدرزوا في مباريات المنتخب الجاية، قاعدين نهدرزوا في ملعب واحد الارضية بتاعها غير معتمدة في ليبيا، دولة نحن المفروض ان ننافسوا الدول الاخرى، ننافسوا الاندية، نبوا الاهلي طرابلس والاتحاد يخشوا للدور الثاني، نبوا المنتخب بتاعنا يخش كاس افريقيا، بنهدرزوا على الدور الليبي والمشاركة والسداسي، دايرين برنامج كامل نحكوا على ملعب واحد معتمد بيسحبوا منا على خطر الارضيه. صراحه عيب والله عيب الكلام هذا، اصلا الحلقه هذه المفروض ما تذاعش دوليا، عرفت؟ خلينا محليا بس، ما فيش ليبي غير ليبي يتفرجوا علينا، لان عار وعيب الكلام اللي نحكوا فيه هذا. تبقى كيف بنوصلوا يا علاء؟ حرنا فيهم راه، حرنا احنا، حرنا خلاص. ما هو الموضوع يا عبد، معلش في حكومه جديده تو بتجي في ليبيا، مانيش عارف حكومه وين بتجي، السياسه ما عندي فيها، لكن رئيس الحكومه رسالتي انا لرئيس الحكومه، الغي وزاره الشباب والرياضه، ما نديليش وزير شباب ورياضه، ما نديليش، ما نبيش بكر، خلينا نحن اصلا قاعدين من غير وزارة شباب ورياضه، وزير بالذات وزير الرياضه الغي لي بكر، ما نبوش وزير رياضه، ولا تبي تدير وزير رياضه خليك يعمز مع يشوف الرياضه وين ماشي، ما فيش رياضه عندنا، معقوله ما عندناش ملعب نحن وتحط لي وزير عليه؟ ليش الوزير؟ معليش رساله للحكومه، تبي تحط وزير الرياضة، راهو الرياضة تعاني، يعني أنت قاعد في، أنت مطلب شعبي، نحن الليبيين ما عندناش إلا الكورة، عزايز، شياب، أطفال، كنا نتفرجوش على الكورة، ما عندناش قضية الكورة نحن، يعني غيري نتفرجوا على ريال مدريد وبرشلونة أكثر من الأسبان نفسهم، فلذلك وزير الرياضة راه مهمته كبيرة جدا، أنك أنت حاليا تبي تدير ملاعب، تبي تدير ملاعب في ليبيا، بتبني بنية تحتية ما عندكش زيرو، ولا ألغي لي وزارة الشباب والرياضة نهائيا. ملعب معقوله ما طقش سنه راكب الفرشه، ما طقت سنه راكبه، تجي تو الكاف يقول لك مش معتمده، بعدين المفروض الرساله هذه المفروض نعرفه اخوي عبد الرزاق، المفروض نعرفه تو المشكله وين سببها. انا تو طالعين في حلقه، طالعين في برنامج، الملعب هذا اللي غير معتمد والفرشه اللي غير معتمده، من الخطا من من؟ نحن دايرين على مواصفات الفيفا للكاف، من الخطا من وين؟ من وزاره الرياضه ولا من الشركه اللي تكفلت بالبناء ولا من شخص؟ من ضروري يطلع ونعرف الشخص الغلط. باي انت جبتنا للموضوع توا يا علاء، سامحني، خلي قبل ما نسال راي الاستوديو، علاء جابنا للب الكلام وللموضوع قبل، سامحوني كباتن قبل ما ناخذ رايكم، خلي نستقبل عبر سكايب ايضا السيد فتحي البرعصي مدير شركة الملاعب الحديثة، هي ربما الشركة اللي موجودة الآن واللي خدمة ملعب بنينة سابقا واللي لها النصيب الأكبر في 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 عودة ملعب بنينة من ناحية الإجراءات التعاقد اللي كانت فيما فات. سيد فتحي رحبوا بك عبر برنامج في 90 في البداية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تسمع فيه يا سيد فتحي؟ ايوه. باي خلي نسألك، جابنا الكابتن علاء للحديث على ملعب شهداء بنينة في السابق والأرضية اللي موجودة حاليا، اليوم بعض اللوم على الشركة اللي خدمت سابقا، وانا نعرف ان شركة الملاعب الحديثة هي الشركة اللي نفذت الأرضية اللي موجودة تو، وفي ناس تقول هل الفرشة مش معتمدة، هل الأرضية ما فيهاش اعتماد من الفيفا، اعطينا انت شنو القصة؟ احييك اخوي عبد الرزاق واحيي ضيوفك الكرام ومشاهدينا على قناتكم المقرة. بالنسبة لملعب بنينة، وطي صوتك، بالنسبة لملعب بنينة، الملعب الفيفا لما جي تحتمد الملاعب، وليش الكاف غيرت، بنوضح الصورة، ليش الكاف الآن طلب تغيير العشب. الكاف الملعب لا 3 سنوات، والفيفا تعطي في اعتماد الملعب 3 سنوات، بعد 3 سنوات يدير اختبار جديد يتغير العشب. طبعا ملعب بنينة العدد الساعات اللعب عليه واستهلاكه مستحيل اننا بعد 3 سنوات نقدر ندير عليه اختبار الفيفا. نحن عندنا خبرة في موضوع اعتماد الفيفا، ركبنا ملعبين في تونس وتم الحصول على شهادة الفيفا، وهذه واحدة من شهادات الفيفا بتاع ملعب الكريب. وما شوف، تلاحظ في التاريخ أنه يعطوك 3 سنوات،
يعني الملعب مالش سنة، الملعب له 3 سنوات. الفيفا الكاف من حقه يطلب أن الملعب هذا، الكاف يطلب أن تسمع فيه يا أخوي. أي نسمع فيه كي واصل. أيوة الكاف يطلب في اعتماد الفيفا، الاعتماد الفيفا الملعب هذا السنة اللي فاتت حاولنا بالمواصفات العشب الموجود عندنا، والمواصفات كانت تبع فيفا، وكان يطلبوا في حاجة اسمها لاب سبورت اللي هي أول حاجة تطلبها فيفا ويطلبها أي واحد عنده خلفية على العشب أو النجيلة الصناعي. اللاب سبورت بتاع العشب هذا موجود ومواصفاته ممكن فوق حتى مواصفات فيفا، يعني فيفا ما تطلب مواصفات أقل من هذه شوية، نحن هلبنا مواصفات فيفا، يعني مثلا من ناحية الوزن العشب، ارتفاع العشب، عدد الغرز، يعني ممكن فيفا طالبة 13 غرزة على 10 سنتي، أنا مش توغل شوية في الحديث في المواصفات، نحن هنا العشب هذا 17 غرزة على 10 سنتي، يعني نحن في العشب يعني لما خدمنا احنا زمان الملعب هذا اللي أنت توا قلت لي 3 سنوات، هل خدم بمواصفات الفيفا واللي مفروض لو جت لجنة اختبار في هذاك الوقت رانا واخدين اعتماد أو شهادة اعتماد؟ أي والله يفتح عليك، نحن وين مشكلتنا؟ الفيفا ما عادش تعتمد في العشب. الفيفا نحن تواجه فينا مشكلة. عندنا طموح نحن أن نجيبوا الفيفا حتى كريدت للشركات الليبية واسمك ينزل في القائمة في الفيفا في مكتب سويسرا، كويسة لنا حتى نحن الشركات الليبية ونسعى للشيء هذا دائما نحن وسعينا كم مرة. الموضوع أن أنت تبي تطلب تراسل الشركة مكتب الفيفا بإيميل وتراسل الشركة المصنعة ويجيك الطاقم ويدير اختبار والاختبار جيت الأجانب هنا من فرنسا ومن سويسرا ويدير لك التست آلاتها. الظروف اللي كنا فيها نحن أثناء ملعب ليفا 2019 كانت صعبة، مش أنت تجيب واحد جنسيته فرنسي، ونحن أصلاً شيء هذا نحن بدون اجتهاد منه ما كانش مطلوب، يعني كل الملاعب اللي في ليبيا، يعني ممكن عندنا ملعب تم تركيبه في ملعب نادي النصر، هذا ملعب من شركة ريديتشي الإيطالية وملعب طبق المواصفات، وكان عندنا طموح إن كشركة بديروا زي دعاية بنجيبوا الفيفا، وكان عندهم علم بعض الجمهور اللي كانوا يتبعوا منا في أثناء تركيب الملعب عندهم علم بالمعلومات، بس الظروف ما تسنتش إن إحنا نجيبوا الفيفا. مثلاً عندنا كم ملعب، هل أخذتوا مواصفات من اتحاد الكورة؟ هل أخذتوا مواصفات؟ لا لا نحتاج، لا المواصفات لا نحتاج نقوم في المواصفات عالمية موجودة. ليش نقول لك ليش عبد الرزاق؟ المواصفات كيف؟ نحن عندنا 25 شركة من ضمن 150 شركة، هذه الشركة تتبع فيها الفيفا وتدفع في كما تقول ضريبة للفيفا أن الفيفا تجي تزورها وتعينها. من ضمن الشركات هذين غير الشركات هذين أنت الفيفا ما تزوركش، يعني الفيفا لما تجيب تزورك أول سؤال تسأله هل العشب هذا معتمد أو طبق، بعدين تجي تزورك. للأسف زمان من قبل 10 سنوات كان العشب ناخذ فيه معتمد ويركب ويعطوك شهادة، توا لا، ربما كان يعطوا الشركة عشب كويس ومعتمد بس يركب غلط، ما يحطش الحبيبات بطريقه صحيحه غير الات، يحط الحبيبات الرمله غير صالحه، فيها من نسبه ملوحه، فيها تغير في الحجم، تحجر. فالفيفا توا ما عادش تعطي في الشهاده الا بحضور، يعني جي هي ومعها الات خاصه وتدير التاشيرات وفيزا، وموضوع يعني معقد شويه. طيب سيد فتحي انا اخذت منك توا اجابه الارضيه الاولى وعطيت بعض التفاصيل اللي ربما غايبة علينا وعلى المشاهدين، ابقى معاي حنكمل معاك. خلي نمشي للبشمهندس محمد قريميدا ينضم إلينا من طرابلس عبر سكايب، عندنا بعض التساؤلات. الطريقة متاع اعتماد صلاحية هذه الأرضية، الناس تحتاج لبعض الإجابات، وحكاية شهادة الاعتماد هذه. أهلا وسهلا بك بشمهندس. أهلا وسهلا بك عبد الرزاق وبضيوفك الكرام وبالأخوة المشاهدين اللي تابعوا فينا في هذه الحلقة المتميزة. أولا ربما بنعطي دقيقتين على السريع نوع من الثقافة الرياضية فيما يتعلق بقانون كرة القدم المتعلق خاصة بقانون، أنت عارف قانون كرة القدم هو 17 مادة، المادة الأولى منها هو ما يتعلق بأرضية الملعب. شنو يقول القانون؟ يقول لابد تكون أرضية الملعب من العشب الطبيعي كاملا أو من العشب الصناعي إن سمحت المسابقة، أو اللي هو العشب المهجن إذا أيضا سمحت المسابقة، ولكن الأصل دائما هو العشب الطبيعي. ويسمح الاتحاد الدولي بأن يكون هناك المباريات تقام على العشب الصناعي
شريطة أن يتم الحصول على ترخيص من برنامج الجودة. وبرنامج الجودة هذا متاع الفيفا يتعلق بأكثر من مرحلة. المرحلة الأولى هو المنتج، لابد المنتج اللي هو العشب الصناعي لابد أنه يكون معتمد من الفيفا، وهناك شركات معتمدة عالمية من الفيفا موجودة على الويب سايت متاع الفيفا. أيضا هناك شركات أخرى لها علاقة بالتركيب، فلابد أن يكون هناك شركات لها متحصلة على جودة البرنامج، جودة الفيفا. أيضا ما يتعلق باختبار وهي ثالث مرحلة، فتجد هناك شركات تقدم المنتج وشركات. طيب هذه التفاصيل يا باشمهندس، تفاصيل تنورتنا بها، أعطينا تورب. نعم. بالموضوع، موضوعنا احنا شنو من بين هذه الدنيا كلها؟ أنا ولهذا جاي لك، يعني هذا على جاي لك يعني. ولما وإذا كانك أنت تبي تركب عشب صناعي أو تبي تلعب على مباريات ودية على عشب صناعي، فبدأ لابد تحصل على الترخيص هذا، والترخيص هذا يجي عن طريق شركة معتمدة تجي تدير اختبار وهي تعطي الترخيص، وبالتالي هذا هو المادك. أنا في بعض التساؤلات يقولوا من هو المسؤول؟ مسؤول، أنا نقول مسؤول على من هو مسؤول على جلب هذه الفرش الصناعي والعشب الصناعي، ونقصد طبعا وزارة الرياضة وهيئة الرياضة عندما تتعاقد مع الشركات. الشركة غير ملامة، الشركة حتورد بناء على المواصفات اللي قدمت لها الجهة المالكة وهي الوزارة أو الهيئة، وبالتالي هي اللي هي وين الخطأ اللي نرى أن الوزارة لم تتواصل مع الاتحاد المعني وتستفسر منه ما هي المواصفات اللي يجب أن هي تكون في هذا الملعب. هني هذا هو الخطأ هني، ولكن الوزارة أو الهيئة تعاقدت مع الشركات دون التواصل مع الاتحاد اللي هو اتحاد كرة القدم. اعتمدنا الملعب باش مهندس قبل، احنا اعتمدنا الملعب قبل، وجدت اللجان زارت وفتشته وكنت موجود انت، علاش توا كيف اعتمدوه قبل الفرش هذا؟ كان ما فيش شيء شهادة اعتماد اللي بين تعرف انت عندهم نظرية مؤامرة. لا هو حقيقة زي ما تكرر هو حتى الأستاذ ناصر كانت هناك بعض الاستثناءات، والاستثناء هذا لم يكن لليبيا فقط، هذا لعديد من الدول، طالما أن هناك فيه شغل الاتحاد الأفريقي يحاول أنه يساعد يعطي بعض الاستثناءات شريطة أن يستكمل، وهذا ما حدث حتى في الزيارة الأولى، كان الأمر أنه كان إحنا ما حنعتمده مؤقتا شريط أن نستكمله بعض المتطلبات واستكملناها، وتبقى موضوع العشب الصناعي اللي زاد أعطونا فيه استثناء أيضا مؤقت، ولكن هذا الاستثناء حينتهي بعد انتهاء تصفيات الأندية الأفريقية، بحيث أن تكون اللعبة للتصفيات طبعا القادمة في شهر 6 على فرش صناعي ومعتمد وبصلاحية وبترخيص معتمد من الفيفا. طيب باش مهندس تو احنا عرفنا شن صاير، اعتقد ان الزبده تقول ان خدنا بالواسطه وبالتعاطف وحنوا علينا الاتحاد الافريقي بعد النظر طبعا في الامور اللي كانت صحيحه من الاتحاد الليبي لكره القدم والجهات الامنيه برضو. خلي نرجع للاستوديو شويه، نبيك توتي لي يا باش مهندس شن الحلول؟ سؤال الجاي يا وتي لي راه نبو حل. هاي رمزي سمعت كلام السيد فتحي واستاذ ناصر السواعي وتوا الباش مهندس محمد، شو رايك في اللي سمعته؟ والله نقول لك حاجه يا اخوي عبدو، انا حسب معلوماتي ان الفرشه اللي ركبوها في ملعب بنينه جايه من تركيا عن طريق شركه اسمها كيب سبورت، والشركه هذه في تركيا مش معتمده اصلا وغير مؤهله وفيش المواصفات اللي نبوه نحن المطلوبه من الفيفا. اللي نعرف ان في تركيا فيها وكيل واحد اللي هو نور اكس، هذه الشركة هذه هي المعتمدة والوحيدة اللي في تركيا والمطلوبة واللي موجود فيها كل المواصفات اللي نبون نحن. السؤال اللي يطرح نفسه يا أخوي عبدو، ليش من الأول ما جابوا ركبوا الفرشة هذه من الوكيل المعتمد والوحيد اللي في تركيا؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه. هذا معتمد من الفيفا. طيب علي شو رأيك يعني؟ مظبوط، مفروض من الأول أنت في شركات معينة معتمدة من الفيفا، خزي من الأول كنت ترى تجيب المواصفات اللي مطلوبة من الفيفا تركبها. خليني من المواصفات، سمعت الاستاذ ناصر قال احنا اخذناها
بالواسطه هكا يتعاطفوا معنا. تخيل انت احنا تو يتعاطفوا معنا واستاذ محمد قريميدا قال لك هذا احنا حالنا راهو ملعبنا ما فيش شهادة اعتماد. لا مش معقولة طبعا الكلام هذا بصراحة. لما نسمع الكلام هذا نزعل بصراحة على حال البلاد اللي وصلنا ليها. المرحلة اللي وصلنا لها هذه مرحلة بصراحة العالم ده يستعطف فينا بحاجات زي هذه. قصدي دولة مش معقولة ملعب قداش قيمة الملعب الأرضية الملعب عاجزة دولة أن هي تجيب ملعب 350 ألف ممكن قيمة الملعب. مش معقولة 350 ألف دولة نفطية مش قادرة توفر 350 ألف باش تركب فيهم ملعب جديد. قصدي والله وضع كارثي بصراحة. قعدنا ماش عرفنا كيف نتعاملوا معهم بصراحة. طيب نمشي الوقت ضيق عبد الرزاق. أنت عندك تو لازم الوقت عندك المدة هذا نقولوا فيه احنا عندنا شهر 3 و4 عندك شهر 6 انت عندك تصفيات المنتخب شهرين بس شهرين عندك الوقت ضيق ماش في وقت لازم تو تدخل سريع بصراحة لازم. صح شهرين نديروا فيهم إجراءات التعاقد والتوريد والتركيب والاختبار وقادرين قصة طويلة طلعت. خلي نمشوا ونقربوا أكثر من ملعب شهداء بنينة ونسمعوا شنقال لكاميرا الوسط فرج الفرجاني مدير الملعب. الفرشة اللي تو حاليا معتمدة 100% وهم طلبين هي طبعا بعد تقد 4 سنين 3 سنين تتغير وإن شاء الله إن شاء الله بعون الله فيه في وعودنا تتغير فرشة جديدة وحديثة. وفي حاجات نواقص مثلا كيف الباركي اللي خارج الملعب المدخل الملعب المدخل اللي خشش على الحافلات اللعاب هذين اللي بقطران يعني ملعب واحد عليه ضغط واجد فهم من دوري ممتاز ودوري الدرجة الثانية والثالثة ودرجة الأولى والفئات السنية ويلعبوا فنلنديا والملعب هذا قاعد دوليا قاعد عليه ضغط واجد حتى الفرشة بعد تركبها اللعب عليها واجد واجد تقل حتى صراحية متاحة. نرجو أن يشقونا ملاعب بنغازي منطقة الشرقية كلها يدرونا ملاعب ومنطقة الغربية حتى ينفذوا ويشقوا بالملعب داشيولو حتى هو يشقوا بالصيانة متاحة بدري بشيش يقعد يشيل الحمل عليه هذا شوية حتى هو. كان هذا رأي سيد فرج الفرجاني مدير ملعب شهداء بنينة. أستاذ عبد الرحيم شو رأيك؟ أولاً نضم صوتي لصوت علي لما تكلم وقال والله نحن دولة تحس في نفسك أنك أنت دولة يتعاطفوا معك الناس وكأنك أنت على هامش الحياة. لا أنت ركزت لي في أستاذ ناصر سواعي لما قال قعدنا نجد في دولة. أنا نتذكر في الاجتماعات كنت في شبه متابعة مع أستاذ عبد الحكيم الشلماني وكنا في اتصال. بصراحة استجدوا الناس استجداء واستعطاف وصارت حتى مساومات باعتبار عبد الحكيم الشلماني استغل الوضع كعضو مكتب تنفيذي وضغط بكل جهد بذل الاتحاد العام بيش يحتمد ملعب يعني على الأقل يشعل لامبة في هذا الظلام بدل ما نلعبه برا نلعبه على ملعبنا نجو نحن نضيعوها ببزنس بكلام فاضي. أنا الآن قريميدا قال لك كلمة أنا معاه فيها قال لك أنت لما وزارة الرياضة والجهة الدولة أي دولة أنت بلدية حكومة وزارة تبي تعقد على ملعب الملعب هذا قدم سلة طائرة يد الأول كان خاش تشري حاجة من الأول اللي يكون شريك معاك فيه الاتحاد المختص لأن صحيح. الاتحاد جهة فنية يكون شريك معاك مش في الدفع على الأقل في الإشراف الفني. اثنين اتحاد دولي عنده شركاته وعنده العالم اللي تعامل معاه تعامل مع الجهات الرسمية يا أخي أنت أدفع حتى قيمة كبيرة لكن تدفعها مرة واحدة وفق مواصفات وترتاح. ثانيا مشكلة الملعب مش غير الأرضية بس رأوا في كثير من الملاحظات على مرافق الملعب الأخرى على بقية الأشياء الأخرى ما دام نحن هذا الملعب أنشي أصلا لمدة موسمين على بين يتم إنجاز ملعب 28 مارس اللي كانت تشتغل لا هو لا 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 أنا نقول لك أصلا هو الملعب وحجمه وعدد الجماهير وكذا لا يليق ببنغازي وبالأندية اللي فيها ما دام هذا قدرنا نحن على الأقل نشتغلوا كويس نشتغلوا بنظافة يا أخي. طيب قبل ما نمشي حتى بتخدمونا وبعدين الحاجة الثانية في سيولة مالية في كل جهات الدولة اللي عند طق الرياضة يا حاجتين الرياضة يا قل سيولة يا تخش لك في قصة التعقيد المالي اللي شفناه في ملعب طرابلس يا تخش لك في قصة البزنس. طيب خلي قبل ما نمشي الفاصل ناخذ رأي الكابتن عادل. عادل التسلسل الإداري نعرفوه في العالم كله إلا في ليبيا ندور 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 وبعدين طيحوا في الفخ. شوف يا عبد الرزاق أنا مش مقتنع بتسلسل إداري في ليبيا
مفروض هني دور رئيس دولة رئيس حكومة نعرف هيك المواضيع هذه هيك تحسم يا عبد الرزاق. لا تقولي شركة ليبية ولا زي الطرق سمحني معك احترامي لكل الشركات الليبية. ما دورهم ما لا ما عندهمش دور نتخطاهم هني ولا نصب لهم فلوس نعطيهم ميزانيات لأن الميزانيات تمشي في جيوبهم وبتمشي للبزنس وشفنا يا عبد الرزاق بالله عليك لو من 2011 لليوم قداش وزارة أخذت هذه فلوس وقداش أخذت ميزانية وين مشت؟ تب نقول لك المواصلات بنقول لك الاقتصاد بنقول لك الزراعه بنقول لك الصحه بنقول لك الرياضه شن داروا كلهم هذا من جميع القطاعات شن داروا ايش كانوا على الرياضه عبد الرزاق قداش درنا وزاره رياضه من 2011 بالله لو يخشون اليوم بالارقام ديوان المحاسبه اللي يقول ندقق نتمنى يدقق اليوم من 2010 لليوم قداش وزاره الرياضه اخذوا فلوس يديروا 17 ملعب في ليبيا يعبدوا يجوا يصوروا بحداهم العالم مش معقوله قاعدين نتكلموا على ملعب ارضيه ملعب بنغازي تقول لي شركه ليبيه تديش نعطي فيها شركه ليبيه يا رجل العالم يجيب في شركات اجنبيه انت ارخص شركه في العالم الصين ترقد تنوض الصبح تلقى ملعب يعني مستشفى بنوه في يوم طيب مش معقوله معناها ملعب قاعدين نتناقشوا في 2022 عليه ارضيه ملعب لا مواصفاتها لا العشبه 17 سنتي لا 13 سنتي طيب مش معقوله مش بنسمو خش انا كحكم والله كلاعب بخش نقيس لك العشبه يعني دير لي ملعب صالح ارضيه صالحه بعدين سامحني عبد الرزاق في ناس كثر رياضيين اشكوا حتى من الارضيه الخرسانيه معناها الملعب تحت اللاعب شفنا احنا اللاعب اللي يطيح عليه ثابته خطيره يا اما رباط يا اما يطيح على راسه يمشي في غيبوبه حارس مرمى نشوفه فيهم لما يطيح على راس المرمى يشكي من مرفق ويشكي من كتف ويشكي من الاصابات تجيني اليوم تقول لي بلاد طيب. بترول تقول لي سامحني عبد الرزاق بلاد بترول تقول لي والله اليوم انا نستنوا في شركه مواصفاتها قالت لي الملعب بالعرض الملعب بالطول نقول لك استريح شركه صينيه طيب. خلال شهرين ثلاثه تلقى احسن ملعب واحلى ملعب في ليبيا وصلت سامحني عادل نقص عليك فاصل ونكمل الحديث في هذا الموضوع رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث مازال مستمر على أرضية ملعب شهداء بنينة وتغييرها اللي من المفترض أنه قبل شهر يونيو خليني نمشي مباشرة للسيد فتحي البراسي رئيس شركة الملاعب الحديثة أو مدير شركة الملاعب الحديثة سمعت كلام المتداخلين معانا الناس قاعدة تلوم اليوم زي ما نعرفوا في فرشة جديدة تعاقد جديد من الممكن يصير وحاجة معتمدة شن التعهدات اليوم اللي تعطيها قدام الجمهور أخوي عبد الرزاق كويس أنا فتحت معي الموضوع حنكون معك صريح وواضح تم التعاقد فعليا مع أستاذ نجم عداني جهاز تطوير المدن بتعليمات من سيادة المستشار عقيلة صالح كنا بالصدفة في زيارة أنا والكابتن علي البشيري في أمور تخص الألعاب الفردية عندهم معنا وكنا نبي نتوصلوا لهم ونوصلوا صوتهم للمسؤولين فأستاذ كابتن علي البشيري فتح موضوع ملعب بنينة وناقشنا الموضوع لقينا الأستاذ المستشار متحمس الموضوع وقال لي يا شرف أن يعني يكون واحد من الناس اللي فعالة خير نرفع الحظر على الملعب أعطى أوامر للأستاذ ناجي وأستاذ ناجي خذ الأمر بجد وكان عندنا شوية إجراءات هنا ممكن من أستاذ بكر بغاوي لأن في أذن تعاقد وما قصر أستاذ بكر الغاوي اللي هو وزير الإسكان المرافق لأنه هو يرأس أستاذ ناجي فحصلنا موافقة وتم التعاقد يوم الخميس الماضي وأنا درت خطوة استباقية عن طريق أستاذ حكيم الشلماني لأنه حكى لي الظرف وأنا أصلا كان عندي دراية أن أي عشب حتى الآن اللي بيتم تركيبه ويتم اعتماده أن صلاحيته 3 سنوات بعد 3 سنوات الاتحاد الأفريقي يوقف يرد يطلب منك يا أما تغيير العشب يا أما إعادة الاختبار إعادة اختبار في ملعب كيف ملعب بنينة هذه مستحيلة لأن الملعب اللي نعاد فيه الاختبار هو ملعب مغلق يستخدم في الأسبوع ممكن حتى يوميا بس مش يوميا 10 مرات 5 مباريات 6 مباريات فإعادة أنك أنت تقول لنا توا بنركبوا عشب فليكون في تكون معلومة عامة العشب يتم تركيبه الآن صلاحيته 3 سنوات بعد 3 سنوات يجي الكاف يعطي عليك ملاحظة جديدة ما تكونش مفاجأة ملاحظة كاف لا هذه شيء طبيعي يعني 3 سنوات هو الكاف عنده دراية أن بعد 3 سنوات الفيفا شهادة الفيفا ترفع نحن لما نديروا اختبار فيفا ينزل اسم الملعب بنينة في الويب سايت بتاع الفيفا وينزل اسم شركتنا نحن وشيء نحتز به وكنا نحاول اليوم باي اليوم التعاقد تم التعاقد مع مني يوم الخميس تم وبوادر العقد شنية مدن المنطقة الشرقية تغيير العشب نوعية العشب شنية اللي حتجيبوها
نوعيه العشب. نحن في ناس تطلب في الهجين تو لا ايوه مشكله الهجين استاذ. الموضوع هذا خليه تو ننهي الخطوه الاولى باختصار. هاي نحن درنا نحن عشان خاطر نستفيد من بعض الناس قالوا في اخطاء. يعني نحن كنا بنكون حذرين اكثر. جيت الاستاذ محمد قرميده ورسلنا برساله خاطبناه وحكيت له على الشركه اللي وردنا منها وهي وكان شرط متاع ان تكون فيفا كواليتي برو. يعني مش فيفا كواليتي بس فيفا كواليتي برو يعني حاجه اوفر يعني نجمتين. وفعلا راسل هو الشركه وتحصى وتقصى على العشب والعينه. هذا استاذ محمد قريميد هذا اجتهاد منا راه ومنا هو. وكذلك استاذ حكيم الشلماني شورناه ونحن عند والشركه حملنا لها مسؤوليه ان العشب هذا زي التعاهد منها لو هو غير معتمد ان هي تغرم. والشركه مسجله في القائمه بتاع الويب سايت بتاع فيفا امورها هانيه وشركه بلجيكيه دومو ومشهوره عالميا. الخطوه هذه انهينا. نحن عندنا خطوه انا لاحظت ان حتى في بعض المسؤولين حكيت معهم يتباعدوا ملعب بنينا انه هو مهما تدير كما تقول يقول لك انا من سترش. من اي ناحيه انا تو مثلا غيرنا العشب الصناعي. ان العشب الصناعي ثلاث سنوات يقول لك جديد ليش تغير فيه؟ فيفا تبينا الكافي بينا نغيره يقولوا بزنس. فاي مسؤول يقول لك انا فتني من الرياضه والناس ما تسكتش والناس يقولوا بزنس. ليش ما نغيروا هجين؟ الناس حتهجم علينا. انا واحد من الناس انا متوقع فيه هجوم غريب ليش ما درتوش الهجين؟ الهجين متطور رغم اني انا اول شخص قمت بدراسه الهجين وزرت ملعب اتاتورك ودرت فيه تقرير وجرت ملعب القاهره وشفت عيوب الهجين ودرت مقطع فيديو مباشر على الفيس عشان اوصل معلومه. اتضح الهجين من عيوب الهجين هو عشب طبيعي مو مدعوم بالصناعي يعني من عيوبه يحتاج لا يتحمل فوق من 3 مباريات في الاسبوع. انا اتمنى عن طريق قناتكم الموقره انكم تخفوا الضغط على المسؤول مثلا نقولوا استاذ مششار ولا استاذ ناجي معداني يوقع عقد بدل ما يشكروه يقولوا لا انت درت لا احنا نشكره لا اي واحد يدير لا مجهود لا سامحوني اي حد يدير في مجهود احنا نشكره فيه رغم انه هو واجب راه المسؤول هذا احنا المسؤول هذا ما دام هو يخدم في الشعب الليبي لازم يدير ملعب ولازم يوقع تعاقد ارضيه ولازم يدير كذا. لكن تو سامحني بس اعطيني تو انا قصدي رده فعل الهجين تو الناس تهجم تقول ليش ما درتوا الهجين. انا نبي نمص رده الفعل هذه نعالج رده فعل ان الهجين لا يصلح في ملعب بنينا. يا ريت انتم عبر قناتكم وقرا تعطوا كما تقول معلومه ان الهجين لا يصلح. اعطيني تو اعطيني تو الوقت التوقيت المده نتاع توريد العشب الجديد وامتى يتركب وقداش ياخذ وقت. بالنسبه للعشب الجديد كخطوه استباقيه نحن كتخصص ما عندناش مشكله نجيبوا عشب. قلنا حتى مسار تعاقد جبناه وحطيناه في المخزن. نحن تم تحويل المبلغ الاسبوع القادم يتم الشحن باذن الله. نحن في مشاكل عالميه في الشحن لو وصلت البضاعه خلال شهر ونص واسبوع تركيب هذين شهرين. نحن برضو نكرر كلمه خطوه استباقيه راسلنا الفيفا وعندنا بهم علاقه جيده بحكم ان اشتغلنا معهم في تونس نفس المكتب اللي اشتغلنا معه في مكتب تونس اللي هو مكتب في فرنسا اللي هو تبع مكتب سويسرا مندوب هو حيجي فرنسي اسمه لانتون. يعني شهرين قبل شهر 6 نغيروا الملعب الارضيه. انا تو ضاغط على ايوه انا هو في مشكله. نحن المكتب الفيفا ما يجيكش نين يحقك تصور له ملعب انه هو راكب. ليش؟ لانه هو وقته محسوب. يعني هو عنده ملعب هنا وانا عنده جدول زمني. هو يقول لك انا ما نحطكش في الجدول نتاعي في القائمه الا بعد يركب العشب. انا كان بنركب العشب ونقول له تفضل يا استاذ ويتكلم الشركه وانا نشري عشب كذا بمواصفات كذا. طبعا انا حنعطيه عينه من حبيبات المطاط الاسود حنعطيه عينه من الرمله حنعطيه عينه من العشب. بس العيب المشكله اني انا بعد نركب بعد شهرين هو يبي شهر باش يحطني في الجدول. نحن شهر باش يجوا نبوا شهر ثاني يشبح يوافقونا ولا لا موضوع قصد. لا 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 موافقه لا 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 بالنسبه للموافقه الحمد لله احنا عندنا خلفيه ان كيف تحصلوا على موافقه. عندنا نحن وقعنا في اخطاء في تونس قد تعلمنا خذينا دروس. يعني مش موضوع الموافقه هذا ردي انه مستحيل نحن نركب عشب ونخش مخاطره كشركه ملاعب او كخبره. باي عندي لكم عندي لكم رساله سامحني الوقت يدهمني سيد فتحي. عندي لكم رساله ممكن الناس كلها تقول نفس الفكره هذه. نبوا الملعب لون واحد ما يديروه الناس لخطوط لا مربعات لا نبوه مخطط لشكله تاع بلاي ستيشن 1. حتى الفيفا نعطيك بشاره على بشاره الفيفا توه من 3 سنوات ولا من كم سنه منعت اللونين
خلاص حتى في العشب الطبيعي تو باين عليهم هذا علاش يبونا نغيره احنا. شكرا لك سيد فتحي واكيد نتمنى لكم التوفيق وما زال حنتابع موضوع ارضيه الملعب وتغييرها. خلينا نمشي لباش مهندس محمد قريميدا الحلول يا باش مهندس سمعناها شنو ممكن يصير لنا لو ما وصلناش في الوقت المناسب؟ لا ان شاء الله باذن الله انا متفائل خير وزي ما قلت لك انا تكلمت من سنتين تقريبا او اكثر شويه اضطرقت لمثل هذا الموضوع وهذا الموقف اللي ممكن ربما نتعرضوا له وقلت ان لما يرفع علينا الحظر اين هي ملاعبنا؟ وكانت في تلك الفتره كان فيها من هنا وهناك يعني بعض الملاعب خاصه فنلنديا وقلت اني هذه كلها يعني ما دام احنا ما عندناش ملاعب في المدن الرياضيه الكبيره لن تجد فرقنا ومنتخباتنا مكان تلعب فيه. عموما الخطا زي ما ذكرت لك هو خطا الوزاره او الهيئه من الاول ما تواصلتش مع الاتحاد المعني وهو الجهه الفنيه المعنيه بذلك. وهذا جزء من اهتمامها من اختصاصها ان هي تنشئ ملاعب وليس من اختصاص اتحاد الكره. ما يقوم به اتحاد الكره هو اضافه يعني جهد اضافي اخر ومشكورين طبعا كلهم رئيس واعضاء الاتحاد وكل من بذل جهد في هذا الموضوع ولكن انا نتفائل خير باذن الله. فقط احنا يعني زي ما ذكرت لك هناك شركات موجوده تابعه للفيفا يعني هي معتمدتها سواء للتركيب او انتاج العشب الصناعي او غير ذلك. نتأملوا خير وزي ما قال ايضا الاستاذ عبد الرحيم الملعب ما هوش ارضيه ملعب فقط هنا نتحدث على الكراسي ايضا نتحدث على المنافذ الدخول والخروج من الناحيه الامنيه نتحدث على المرافق الصحيه الاخرى. الحمد لله الاسبوعين الماضيين كان هناك يعني المركز الاعلامي تم تحديثه ويعني بحله جديده وعجبوا به حتى المراقبين اللي والله انا يعني نعرف يا باشمهندس انك انت ديما مداير جهدك وتقول لنا حتى قدام الجمهور في الحاجه هذه لازم تندار وهذه لازم تندار والفيفا راهو ممكن يخاطبونها او الكاف تو نبوك تتعهد قدام الناس تعطيهم القائمه الجديده كلها وبالك يضيفوها في التعاقد الجديد ان شاء الله باذن الله. احنا كل ما فيه شيء هو طبعا فيه بعض النواقص اللي هي حنتواصل ان شاء الله مع كاتحاد كره نتواصلوا مع الشركه اللي تنفذها وحتى السيد فتحي يعني مش مقصر رغم انه هو طبعا هو رجل اعمال في النهايه دير ولكن بغض النظر عن انه هو صاحب الشركه هذه كان بذل جهد وانه يكون عندنا احنا ملاعب ونشكروا فيه الناس يعني الحقيقه كان قلبها على ان يكون نعم. عندنا ملاعب نلعب فيها. الحقيقه الدول الان اصبحت تستثمر في الملاعب يعني الملعب ما هوش مجرد ان نلعب فيه كره بس لا الملعب هو اصبح يعني مش مجرد غير مباراه 95 دقيقه فقط بل بالعكس هو ملتقى للشباب ملتقى لل والله احنا مدابينا كانوا يعني يفتحوا فيه البزنس لكن ما فيش كيف يا باش مهندس حتى كان بيأجروا المباريات هذه وتو بعدين سهل. شكرا لك سامحني حنجيك استاذ عبد الرحيم شكرا لك باش مهندس واكيد حنتواصلوا في قادم الحلقات. استاذ عبد الرحيم شو رايك هاي تقول لي فيه 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 الباين فيه بزنس؟ لا في بزنس بس من تو بالمنطق والحق يعني لما يجيش بارك الله فيه سيد مهندس نجم عداني بارك الله فيه على جهوده وبارك الله فيه على تعاقده ووقفته بس وين وزارة الرياضة؟ أنا وين وزارة الرياضة في الموضوع هذا؟ هرب الرياضة وين وزارة الرياضة والمبلغ مش ملايين نص مليون 350,000 سمعت وزارة هيئة شباب الرياضة مصدودها 23 مليون في شهر 11 ما نعرفش أنا وين وزارة الرياضة يعني لما جي جهات أخرى هي اللي تشتغل بالملعب في أخطبوط في وزارة الرياضة ديما الفلوس اللي يجوا يمشطون وتعرف فواتير وفواتير سب فواتير لما يسكروك الفواتير بدقة معناها ما تقدرش تشد حتى 1% ان في اختلاف. يا كابتن عادل وكابتن انا كلمه اخيره باش نقول مش نطلع من الحديث هذا باش نطلع من حديث الحلقه هذه بنقول لك كلمه مهمه شويه. الرياضه كل الرياضه كره القدم يعني معلش من نحن مع التلقيح لكن ما عاش فيه يا حكومه الا قاعه الالعاب الرياضيه الكبرى في طرابلس ومجمع سليمان ضرات في بنغازي تحرم السله والطائره من لعب. عارف ليش؟ لأن الرياضة في كل السلطة السياسية في تاريخ ليبيا من تاريخ تأسيس الدولة الليبية في 51 إلى اليوم 2022 الرياضة فيه على الهامش حاجة زايدة عندهم ما لاش أي احترام ولا تقدير. طيب على ذكر القاعات جايينكم راوية اللي أخذتوا قاعة طرابلس الكبرى وخليتونا من غير قاعة ودرتوها للتلقيح هاي الكورونا تمت ردونا القاعة متاعنا خلينا نمشوا
على نجم على سماعة الحديث من جميع الجهات. بنعطيك وقتك. هاي شوف يا عبدو، أنا تمنيتك تصل بس تكلفة العشب الجديد هذا كم حيكون؟ إن موضوع إن إحنا تو كيف ما حكى الكابتن عادل خمسي 23 مليون يمشن وكذا، ونية نحن بنعرف، ونحن بنعرف المواضيع هذين والفلوس هذين هم مشيت. معلش أبو عبدو، هذه شركة أنا عن طريق صديق رسلنا، شركة معتمدة طبعا، هي تقريبا 100 شركة معتمدة من الفيفا تقول إن سعر الملعب 136 ألف دولار، 136 ألف دولار قدام الناس كلهم. هذه فاتورة من شركة معتمدة من الفيفا 160 ألف دولار. موضوع ما يكلفش، نحن قاعدين في موضوع ما يكلفش نهائيا. أنا بنفضحهم، أنا قاعدين بنفضحهم زي ما قالك عادل، بيوصل حتى المليون يعني على المهم غير يديرونا. بس أي واحد في الطريق بياخذ دسم أربع مرات ما تقدرش الأولى 136 ألف دولار. كان الموضوع مش هنا، الموضوع أنا يعني محترم الأستاذ فتحي البرعسي قال إن الموضوع صلاحية، موضوع مش صلاحية، الموضوع إن الملعب اللي ركبت هذه عن طريق شركة غير معتمدة من الفيفا، هذا اللي عرفناه وعارفينه نحن، هذا اللي نحب نقول أنا. هو يحب كان بيتعود لو يأكد لنا، شوف ويأكد لنا الشركة اللي راكبة في الملعب في بنينة غير معتمدة من الفيفا نهائيا، شركة تركية غير معتمدة. هذا الموضوع الأساسي اللي كان يعني نحن تو نحن نتأمل خير ونبو ملعب، نبو ملعب قاعدين نحكوا في 136 ولا حتى 500 ألف ليبيات نحكوا في ملعب. هذا مش موضوعنا نحن، موضوعنا في السرقة اللي فاتت. أنا في السرقة اللي فاتت وين ومن المسؤول؟ الوزارة الشباب والرياضة ولا الشركة المنفذة؟ بعدين تقول لي أنا ركبت الملعب وما قدرتش نجيب الفيفا، أنا من غادي ما قدرتش، ظروف ما ظروف كيف ما قدرتش، هذه ما فيش، ما فهمتش أنا ما قدرتش. اللجنة جي تكشف عليك وتشوف أنت، لكن لما تجي تعطيك الموافقة والرقابة تجيك ومباريات دولية يجوك أوكي، لكن تبي تجيبهم أنت بتكشفوا على الملعب يعطوك اعتماد، لا ما تقدرش تجيبهم. هذه فهمها لي معلش، ما هو في حاجات ما يجن وحاجات ما يجنش يا أخوي عبدو، ما نمشوش في حاجات ما مش عيال صغار نحن ينضحك علينا، فهمت كيف؟ أنا نحكي بلسان الشعب الليبي كله. الملعب هذا مش موضوع صلاحية، الملعب الشركة اللي راقبة شركة غير معتمدة من فيفا، هذه هي بالواسطة بالأفريات كيف ما قال الأستاذ عضو اتحاد الكورة أن هم فتحوا الملعب، والأستاذ عبد الحكيم الشلماني بالوسطات وبالكولسة أن هم قدروا يفتحوا الملعب، لكن الشركة أصلا مش معتمدة. نوجه من خلالك احنا يا علاء نوجه رسالة للجهات اللي مفروض تحاسب، الجهات اللي مفروض تتبع العقود متاع الدولة، ديوان المحاسبة ووزارة الرياضة. موضوعنا موضوع محاسبة، الملعب تو أي حد يقدر يديره تو حيديروه أفضل. أنا أقول لك أنا بالذات لنقول لك على شيء أخرى وخليني ندوي بالعامي، مدام الاتحاد ولا الإضراب اللي سيلعبوا فيه الملعب هذا حيندار من الناس المسؤولة، أنا متأكد أنه حيندار الملعب هذا في الشهرين اللي تو اللي جيت، لأن الاتحاد ولا الإضراب قاعدة جماهيرية كبيرة وأندية كبيرة، كيف اتحاد يعني أندية كبيرة اللي يلعبوا مشاركة أفريقية حاليا تو حيندار الملعب. لكن موضوع هنا في اللي فات، الموضوع اللي فات من المسؤول؟ من المسؤول في المبالغ اللي انصرفت والسرقه اللي انسرقت المصاريف اللي انسرقت؟ رسالتك وضحت يا علاء، سامحني بضيق الوقت، حاولت نعطيك وقتك كامل، رسالتك واضحه، واكيد الرساله هذه توجه لوزاره الشباب والرياضه وايضا للجهات المسؤولة كديوان المحاسبة وغير ذلك، وأكيد حنتبع الموضوع أكثر ونتمنوا في الجديد خلي يديروا ملعب، يديروا تعاقد جديد، يديروا قاعة، يديروا أي حاجة، يديروا حتى مؤتمر صحفي، يحطوا الشركة اللي بتنفذ شن عندها من واجبات وأيضا الشركات الأخرى. السيد فتحي البرعصي عنده برد، يا ريت في دقيقة معش عندي وقت، خلاص في دقيقة سيد فتحي. تسمع فيه سيد فتحي؟ أنا أسمع فيك سيد رزق. كان عندك رد في دقيقة بس، أعطينا في دقيقة ردك على الموضوع وأيضا القيمة المالية بتاع التعاقد، هي مدام أعطانا على فاتورة. القيمة المالية بتاع التعاقد ما تفش المليون، وبالنسبة للشركة لنفس شركتنا نحن هذه خسارة، نحن بنحل مشكلة. السيد هذا علاء اللي يحكي على القيمة 136 ألف، 136 ألف هذه قيمة عشب كما نقول لك ما يليقش. أنا أقول لك أستاذ محمد قرميدة، يبي فيفا كواليتي ومنشأ أوروبي، 136 ألف يورو ولا دولار يحكي عينا تغطي، ما فيش من العشب الممتاز أقل حاجة 14 يورو من غير
الحبيبات ومن غير الشحن ومن غير اللزقه من غير اي اتعاب من غير الضرائب من غير ضمان اعمال. فيش يقولوا فيش يحكي 136000 يورو. هذه ملعب عادي شعبي، هذا ملعب شعبي، ملعب خماسي ممكن واخذ الاوردر نتاعه. ملاعب تركيا كلها مصنع تركيا معتمدات، بس ما هيش يعني كما تقول في الفيفا المفضله. الهاتكو والاكم اللي يحكي عليها يخش على الويب سايت، انا ابعث له الويب سايت الرابط وموجوده، ونورتكس وكلها معتمدات، والصين معتمدات، سيسي جراس والاي في جي الصينيه معتمدات. هو اللي راهو موضوع الاعتماد الشركه راهو مش صعب. الشركات الصينيه اكثر طيب. من اربع شركات صينيه طيب. ما عندهم جوده ومعتمدات. بالنسبه للشركات نحن اللي بيها رانا نعانوا والله، نديروا في موقف جبار. نحن حتى تو السيارات نديروا فين تنص من متبرعين بينا والله، نكلموا والله مرات نشتغلوا من غير عقود. تي ملعب بنينا باي سيد فتحي والله والله الوقت بس. الوقت اسمعني بس. بس ما شيء والله يحزن القلب. يعني واحد يقد ماوش بيدير في اي مجهود ومراقد ومتريح. يا تعال 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 دير اي حاجه يا سيدي، انت مش الدوله ما تنفعش، تعال اشتغل انت اتعب. تعال شوف المعاناه اللي نعانوا فيها نحن باش نخلوا بنغازي وليبيا فض الصوره. كان الاستاذ حكيم سلمان يتصل بينا وقسما بالله، واستاذ محمد قرميده ديروا هذه وديروا هذه، والله يامروا فينا اقسم بالله وبحكم الدلاله وقاعدين نشتغلوا للنار. يا ريت تكلموا استاذ محمد قرميده ترد عليه وتقول له معناتها الشباب والشباب شركه اللي تو على جاج والله قاعد يطلع فينا حتى يا الله مستعد. نحن نعطوا راه نحن نعطوا في الدوله راه اكيد. سيد فتحي سيد فتحي رسالتك وصلوا. سامحوني بس سامحوني يا كباتن رسائلك شويه بس خلينا نشكر السيد فتحي ونعطيكم كلكم تعقيب. سيد فتحي احنا اعطيناك حق الرد، واكيد نشكر كل الجهات اللي كانت بذلت جهد فيما فات على أرضية ملعب بنينة وغيرها من الملاعب، وعطناك حق الرد. أنا في حاجة واحدة باختصار تو هو على نجم تكلم عند الحق. لو كان أنت ركبت من الأول ملعب معتمد رام ثلاث سنين رقاعد الملعب تو كان معتمد من شركة من فيه. لكن أنت ركبت ملعب مش معتمد، صار في موضوع يا سيد فتحي نتمنى لك توفيق وإن شاء الله السرعة في الإنجاز، بس أهم حاجة وتركبنا الكواليتي برو اللي قلت عليه هذا ونشوفه ملعب ان شاء الله يليق بمستوانا ان شاء الله. بالراجل تو قال لنا حاجه بن قال كواليتي برو استنوا فيها يا اخوي عبدو. هو تو بدي قال علي شركه، الشركه قال عليه هذه ليش جي فيها من اول انت تو دواء على شركه وتخرج، قال هذه من ضمن الشركات المعتمده في تركيا. تبي ليش ما جبتها من اول هذه الشركه دي؟ ليش تتعب في روحك وتعب في الناس معك وتفتح في مجالات وقصص روحك؟ ليش ما جبتها من اول الشركه هذه وريحت راسك وريحت حتى الناس؟ هذا الموضوع هو حاجه ثانيه. انا لب الموضوع عارف. انا نقول لك حاجه يا اخوي عادل، ولا انا اقول لك حاجه ومن الاخير خلينا نقول لك على البلاء اللي ماسكين الرياضه بزنس وفريات وفلوس وعلاقات وخشت فيها حتى القبليه. الرياضه تو خشت فيها القبليه والله. هذا ولد عمي، هذا ولد خالي، جيب لي اعتماد من فلان مش فلان حول علان، وهذا اللي يصير عندنا في كورتنا عادل. والله شوف انا لو في عالم ثاني شركه اخطات معش تعاود تخدم هذا خلاص انت غلطت. ما تقوليش والله مواصفات دوليه فيفا ما فيفا، انت من الاول غلطت معش نعاود لك. العالم هيك يشتغل يا عبد الرزاق. احنا يغلط نزيد ونعطوه خدمه ثانيه ونعطوه بزنس ثاني اذن مهني، نتهم الدوله ونتهم وزاره الرياضه ونتهم الجهات هذه، معناها تتعامل مع الشركات معينه وتعطي فيها في مبادر بحيث هي تسرق عن طريق قنوات رسميه. وزيد على هذا عبد الرزاق هو مشاد لي شركة تركية شركة تركية يا أخي، في شركات صينية في شركات يابانية في شركات دور شوف العالم تو معقولة العالم كل الدولة الملاعب شركات تركية فقط. أنا نشوف الشركة الأجول هي اللي نجيبها، ما يهمنيش في شن زنسي وين جنسية طيب الشركة هذه. طيب المهم احنا في الأخير أخذنا الخلاصة وعرفنا أن الملعب بنسبة كبيرة قبل شهرين حيكون في إنجاز نسبة كبيرة من النواقص اللي موجودة. حناخذ آراء ونعطيك كلمة قبل ما نمشي الموضوع اتحاد، الوقت عندي ضيق جدا جدا جدا. ناخذ آراء من الوسط الرياضي ونعطيك أنت الكلمة أستاذ عبد الرحيم، تفضلوا. المهلة اللي عطيها لنا الكاف مفروض يعني زي ما نقول يعني تلافوا الموضوع بكري بكري، لأن الموضوع ليس بهين، وتمت الفرق مشاركة عندنا في أفريقيا والمنتخب يشارك، فنتمنى أن يكون بديل والدولة تدعم المجال الرياضي وتوقف معه، لأن نرى أن نحن في تهميش للأمر هذا. الاتحاد الأفريقي عطي مهلة ممكن عند نهاية شهر 5 لازم التغيير أرضية الملعب. مش عارف المشكلة كيف حيكون يعني بالنسبة للدوري أو بالنسبة للمشاركات، والناس كلها قاعدة بصراحة في نوم. إذا كان تبوا البقاء على ملعب شهداء بنينة دوليا باش يستقبل الفرق الرياضية والمنتخبات الرياضية، المساعي تكون جدية
خاصة الكرة الآن في ملعب الدولة الليبية، كان هم يبقوا على ملعب شهداء بنينة المفروض أن يكون هناك في جاهزية وفي إصرار وفي عزيمة، في ناس تكون مسؤولة وناس عندها غيرة على البلاد. أنا نرى أن ما فيش داعي لوضع خطط طويلة الأمد والتفكير والاجتماعات وتشكيل لجان، لأنه يقول لك إذا أردت أن تفشي الموضوع فشكل له لجنة. فاختصارا الموضوع هذا هي الفرشة عطيها أسبوعين 10 أيام تكون راقبة، فالمفترض أن الفرشة تكون متوفرة من الأسبوع هذا والله من الأسبوع القادم. أستاذ عبد الرحيم أعطيني رأي نختم به الموضوع. أنا ما ليش علاقة بالقصة التفاصيل وهذا السعر، ولكن أنا أتفق مع السيد عادل، شركة نفذت ما نجحتش ما تعودش، لكن هذه أمتى وين بتكون؟ هذه بتكون في، أنا نحكي على الدولة، آليات الدولة، يعني هذا مشروع رياضي فيه وزارة الرياضة، وين وزارة الرياضة؟ شن علاقتها معنا؟ الأجهزة اللي دخلت مشكورة، لكن شن علاقتها؟ يعني لو نحن في دولة صح شن علاقتها؟ كل واحد اختصاصه، كل حد عنده اختصاصه وعنده دوره، لكن لما تجد الدنيا خاشة في بعضها هيك تكثر الشبهات، حتى وانت بريء لما خشيت اللعبة هذه لا الشبهات بتجيك. طيب نختم موضوع ملعب شهداء بنينة، سمعنا كل الآراء، كانت فيه اتهامات، كان فيه من دافع لنفسه، وأيضا وصلنا لملخص أن الكاف في شهر يونيو ممكن ما يخليناش نلعب، ولكن أهو في بداية تعاقد بين شركة الملاعب الحديثة وأيضا جهاز تطوير المدن. نمشي لموضوعنا الثاني باختصار، الاتحاد في إسواتيني. ممثلنا في الكونفدرالية الأفريقية سافر لإسواتيني يقابل رويال ليوباردس، مباراة مهمة، الجولة الثالثة، الاتحاد يبحث على الصدارة، الاقتراب أكثر من بعثة الاتحاد. خلي نستقبله لإداري الفريق هشام شعبان اللاعب الدولي السابق واحد نجوم الفريق سابقا. هشام أهلا وسهلا بيك في برنامج في التسعين. مرحبتين بيك خوي، مساء الخير وليك ولضيوفك الكرام. شكرا هشام، طمنا على بعثة الفريق، شن الأجواء بعد رحلة متعبة وطويلة؟ أول شيء كانت رحلة متعبة جدا، كانت الرحلة من مدينة طرابلس حوالي 8 صباحا، واستغرقت الرحلة هذه مدة 6 ساعات، وتم الهبوط بالطائرة اللي كونغو لتزويدها بالوقود. طبعا أخوي عبدو أخذت وقت من هلبة في أخذ الوقود، وأنت زي ما تعرف أن جنوب أفريقيا عند المطارات يغلقوا الساعة 7 مساء، فالوقت اللي أخذته الطائرة في تعبئة الوقود كان وقت طويل، ما كانش مقيد في السيستم بتاع الكابتن الطيار، وقعدنا قريب 3-4 ساعات يتعبي في بنزينة، ما نعرفش السبب التأخير شني. بعد انطلقنا لطريق الطائرة مرة أخرى المنطقة اللي نتواجدوا فيها احنا للمباراة، وكانت التأخير طبعا وصلنا متأخرين على موعد فتح الطيران الساعة 7، فبصراحة كانت رحلة متعبة جدا. احنا قعدنا في المطار ما يقارب عن قريب 2-3 ساعات وممكن 4 ما بالضبط ما نعرفش، لكن كانت مدة طويلة. احنا الرجل في الباصات والسيارات اللي تحملنا للفندق واخذ منا وقت بصراحه، وكان في ارهاق هلبه بصراحه. هشام التاخير خدنا عليه والله غالب، هذا من
من حال دولتنا وحالنا. اليوم نتكلم شوية فنيا، تدرب الفريق ولا ما تدربش؟ هل في غيابات؟ كيف الوضع على الفريق؟ لا، وصلنا لحوالي الساعة 8 مساء الفندق، طبعا خش الفريق جهز للتمارين وخرجنا التمارين في الملعب اللي حتقوم عليه المباراة إن شاء الله، وقدموا ساعة من التمارين أو 45 دقيقة بالضبط، وكانت طبعا المعنويات مرتفعة للرياضيين، وجهاز الفني كان حاضر في الساعة 45 دقيقة عادي، وكان يؤدي في واجبة، وبإذن الله حنكونوا في الموعد ونطمن الجماهير بمباراة إن شاء الله نتيجة كويسة، وبالرغم من التعب اللي شفناه احنا وشافوه الرياضيين طبعا إن شاء الله نقدم مستوى لليق بنادي الاتحاد وبجماهير الاتحاد بإذن الله. هشام، العامل الذهني والنفسي اختبار لكم كجهاز إداري وأيضا كجهاز فني من أجل الصدارة، تعرفوا قيمة المباراة هذه ولازم توصلوا الرسالة للاعبين. أكيد، يعني الرسالة هي من المباراة اللي ربحنا فيها في بنغازي إنها وصل الرسالة، وإن شاء الله نأكد بإذن الله صدرتنا هذه في المجموعة بفوزنا بكرة إن شاء الله، والتركيز طبعا أكيد مطلوب من الرياضيين وهم لربة الاستعدادات إنهم يكونوا في الموعد، وبرغم التعب والمشاكل اللي صارت هذه اللي ديما تحدث معنا كفرق ليبية خارج ليبيا، لكن إن شاء الله نكونوا في الموعد ونطمنوا إن الجمهور الليبي إن الفريق إن شاء الله حيكون مستعد وحيقدم المستوى اللي يتعود عليه فريق الاتحاد، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يكون فوقنا إن احنا ناخذ 3 نقاط من أرضهم إن شاء الله. ما نطولش عليك هشام، سؤال أخير، الملعب بعيد عليكم ولا مش بعيد في الهوتيل؟ والطقس، حالة الطقس والمباراة وكذا، لاعبينا كيف شافوا الطقس في سواتين؟ والله الطقس معروف أخوي عبدو أنه هو الطقس ديما فيه نسبة من الرطوبة شوية، وفيه أمطار تساقط نوعا ما، ما هيش أمطار الغزيرة، ومسافة الملعب ممكن حوالي 10 دقائق 7 دقائق بالضبط على الملعب من الفندق إن شاء الله. كل التوفيق هشام شعبان إداري الفريق، إن شاء الله الاتحاد غدوة 7 نقاط، وهو المكان اللي يلعب فيه علي غدوة الهدف 7 نقاط. أكيد طبعا مباراة مهمة لفريق الاتحاد، طبعا الاتحاد بعد ما بدأ بداية ممتازة بصراحة بعد فوز عليه أقوى فرق المجموعة فريق أورلاندو، طبعا المباراة الثانية ممكن الاتحاد خش المباراة معرفش كيف يتعامل مع المباراة بشكل أفضل، فرط في 3 نقاط، كان ممكن ينتصر فريق الثورة مش بالفريق القوي ممكن اللي ما يقدرش ينتصر عليه، كان فريق الاتحاد ممكن كان يتفوق، فريق الاتحاد أقوى من فريق الثورة، لكن المباراة ممكن سيناريو المباراة ما كانش مع فريق الاتحاد، والكوكي ممكن ما عرفش يتعامل مع بعض الجزئيات، لكن نأكد لك أن فريق الاتحاد باقي في المنافسة في المجموعة هذه، وإن شاء الله غدوة يحققوا نتيجة إيجابية ويرجعوا ب3 نقاط ويتصدروا المجموعة إن شاء الله. قادر عاد الاتحاد ضد فريق من إسواتيني؟ بالتأكيد الاتحاد الآن خدي رسك المباريات الأفريقية وأصبح جاهز على المستوى القاري، أنك أنت فزت المباراة الأولى على الفريق القوي فريق أورلاندو، المباراة الثانية وتكلمنا ونوهنا عبد الرزاق وقلنا أن رأى فريق شبيبة الثورة فريق قوي على العشب الصناعي، ونعرف أن الفرقة الجزائرية أفضل من يلعب على العشب الصناعي، زيد على هذا يمتلك مدرب بقيمة قيس اليعقوبي اللي يعرف الكرة الليبية بشكل جيد والكرة العربية بالذات بشكل جيد، والدليل أنه هو محقق نتائج إيجابية حتى على المستوى المحلي مع فريق شبيبة الثورة. نتكلم عن مباراة الغد عبد الرزاق، المفروض أنه يكون فيها تركيز من لاعبي فريق الاتحاد، تكتيك المدرب، نتمنى محمد الكوكي يورينا اسلوبه الحقيقي كيف اسلوبه مع فريق الاتحاد. الحقيقه المباراه الماضيه الاولى مش اختلف على المباراه الماضيه، معنا شفنا اسلوب غامض لفريق الاتحاد، شفنا في بعض الاحيان اللاعبين يلعبوا كل لاعب يلعب وحيدا، معنا ما شفناش كمجموعه كتيم، ما شفناش جمل اكثر من علشان نركز غضوة كنت تركز على النتيجة، لكن أهم شيء عبد الرزاق دائما خلق المساحات. لا أشوف علي خلق المساحات، يعني علي أنك أنت تغلق المساحات بالزبط. أنك أنت ما تقبلش هدف، وتعرف أنت في الكرة الأفريقية بالذات والفريق اللي على الملعب عادي وأنت لعبت أفريقية لما تفوت الربع ساعة 20 دقيقة يقول جس النبط وما تقبلش هدف، تدخل في المباراة تأخذ الثقة وتمشي وتستطيع أنك أنت بنقول حاجة واحدة، لاعبين الاتحاد إن فريق ليوباردس فريق ما يعرفوش ممكن يتخيلوا إنه هو فريق ضعيف، ما يستهينوش بالفريق، سجل أهداف في لابد من تركيز من بداية المباراة، دراسة الفريق وأخذ المبادرة إن شاء الله
والفوز بثلاث نقاط باذن الله. شكرا علي. نختم ايضا مع علاء نجم. علاء تعرف الكونفدراليه كويس، غضو الاتحاد في اسواتيني وهدفه الصداره. اخوي عبد ان شاء الله مربوح الاتحاد باذن الله رب العالمين، المستوى بتاعهم يتطور كل مباراه بعد مباراه. الفوز ان شاء الله باذن الله مش صعب، وفريق الاتحاد فريق كبير ومش غريب على الكونفدراليه ومش غريب على الاطلال الافريقيه، ومربوح حتيح ان شاء الله. لكن انا عندي رد لو سمحت عبدو على الاستاذ سيد فتحي البرعسي في دقيقه. يا علاء لا اعطيني شويه وقتي معلش يا عبدو، لان هو دار اسلوب هجومي شويه معايا توا. انا نحب نقول يعني الفرشه اللي قاعده في ملعب بنينه توا تم تزويرها للاتحاد الكاف ان هي معتمده وهي مش معتمده، تم التزوير بتاعها. احنا بتاعين كوره ونعرفوا كل شيء يا عبدو، هذا الشيء الاول. اسلوب الهجومي ان الملعب اللي فرشه اللي راكبه في بنين هذه تكلفتها ما تكلفش حتى ال 80,000 دولار. وانا حاليا الفرشه اللي حتركب في 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 الجديد تو في ملعب بنينه حنجيبوا اسم الشركه وحنجيب لك منها فاتوره كيف الفاتوره هذه، وحتنعرض على التلفزيون وحتنعرض على صفحتي وحتنعرض في كل مكان. وحنعرف الفاتوره اللي استلمها من وزاره الشباب والرياضه واللي استلمها وحنعرضها شيء هذا. وانا قاعد ما عندي شيء، الشيء هذا الفساد الحرب والفساد هيك يا اخويا عبدو، الفساد يتحارب بالشيء هذا. لكن انت تسكت وانا نسكت والاعلام يسكت. لا على كلنا نبوا الحقائق، وبالتاكيد اي حد يحب ليبيا مستحيل حيرضى بالفساد، ومازال حنتبعوا الموضوع. سامحني على مازال حنتبعوا الموضوع هذا، وموضوع كبير موضوع التعاقدات هذا. يلا يا علاء ربي سهل وشكرا ليك. نرجع للاتحاد رمزي. والله في البداية نتمنى الفوز لفريق الاتحاد، والاتحاد ما يمثلش في روحه بس، يمثل في ليبيا كلها، ونتمنى له الفوز وتحقيق نتيجة كويسة. وأنا متأكد أن فريق الاتحاد قاعد في رتم تصاعدي مع المدرب التونسي الجديد هذا كوكي. فنقول لك أن المدرب بضع كده شاف الفريق في نقاط القوة والضعف متاعها، وإن شاء الله مربوحة كما قال أخونا علاء نجم. طلعت اليوم شوية من موضوع التحليل وخشيت شوية في النقد. ها يا مجال معلش مراكم لا بس ولا علي شوية مزال فورمة مزال. هاي استاذ عبد الرحيم، الاتحاد غدوة مواجهة صعبة، رسائل ونصايح للاعبين والأطقم الإدارية والفنية. الاتحاد إن شاء الله كأمنية إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية ومش غريبة عليه، وفريق هو أول فريق ليبي شارك إفريقية في عام 1968. في المباراتين الماضيات الاتحاد سجل 4 أجوال بمعدل هدفين في المباراة، لكن بالمقابل استقبل 3 أهداف بمعدل هدف ونص في المباراة. الشيء الأهم بكرة في مباراة بكرة الأولوية أنك أنت ما تقبلش هدف، هذه الأولوية أنك ما تقبلش هدف. لو أنت طلعت المباراة بيضة 0-0 تمام، حصلت 1-0 كويس، بس لازم ما تقبلش هدف. هذه رسائل الاستاذ عبد الرحيم. سمحني عبد الرحيم، هذا الاسلوب اللي مشى فيه برانكو في 2007 مع فريق الاتحاد. والله عادي سهرنا الناس يا والله سهرنا الناس. الناس كوره يسهر. لا على الرياضه سهرين معنا اكيد. وصلنا لختام حلقه في التسعين هذا اليوم، اكيد ملفات شيقه، مازال حنتابع باقي الملفات الخاصه بملعب شهداء بنين. الرد مكفول لكل الشخصيات اللي ذكرت اسمائهم في هذه الحلقه، تقبلوا تحيات الجميع. حلقة أخرى في التسعين في المرة القادمة. إلى اللقاء.